توقف مؤقت للطائرة الروسية وتحقيق أعقبته أسئلة كثيرة في كازان بعيد مقتل خمسين شخصا في تحطم طائرة بوينغ 773 التابعة للخطوط الجوية الداخلية الروسية وهي تحاول الهبوط على أرضية مطار كازان عاصمة تاتارستان الطائرة كانت تقوم برحلة بين موسكو وكازان وحاولت الهبوط للمرة الثانية على مدرج المطار لكنها تحطمت واشتعلت فيها النيران عند السابعة مساء و25 دقيقة بالتوقيت الروسي وأشارت السلطات إلى فتح تحقيق حول مسألة انتهاك قواعد السلامة الجوية وأن عددا من المحققين أرسلوا إلى مكان وقوع الكارثة وتم التوضيح أن عدة احتمالات تخضع للدراسة كمسألة وجود خلل تقني وخطأ في قيادة الطائرة وسوء الأحوال الجوية أحد أبناء رئيس تتارستان ورئيس المكتب المحلي لأجهزة الأمن الروسية قتل في هذا الحادث الذي أثار المخاوف مجددا حول سلامة الرحلات الجوية في روسيا